صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 53 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 21 لسنة 2020 بتنظيم الخدمات المالية المشتركة. جاء فيه المادة الأولى تحل كلمة جهاز محل كلمة ديوان، وكلمة الجهاز محل كلمة الديوان، أينما وردت في نصوص القرار رقم 21 لسنة 2020 بتنظيم الخدمات المالية المشتركة. المادة الثانية يلغى البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 2 من القرار رقم 21 لسنة 2020 بتنظيم الخدمات المالية المشتركة.